أطلقت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية إلى قرية الحرية 3 التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل القرية مجانا. القافلة يتم تنظيمها على مدار يومين من خلال 7 عيادات في 8 تخصصات للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان وإجراء التحاليل وعمل الإشاعات وتحويل الحالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج. أطلقت مديرية الصحة في بني سويف القافلة الطبية العلاجية لقرية الحرية 3 بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف. القافلة تضم 8 تخصصات طبية من خلال 7 عيادات متنقلة، بالإضافة إلى معمل تحاليل الدم والطفيليات وكذلك الأشعة العادية والأشعة التلفزيونية، بجانب استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة مع الاكتشاف المبكر عن الأمراض المزمنة.